فرض رقم 2، الدورة الثانية، مادة اللغة العربية، المستوى السادس ابتدائي. إذا ندوزو الأسئلة. القسم الثالث المتعلق بالصرف والتحويل. السؤال الأول، أتمم ملأ الجدول مع الشكل. إذا عندنا عطاونا واحد الجدول مقسم إلى ثلاث أقسام. عندنا القسم الأول فيه الأفعال، ثم القسم الثاني اسم الآلة، والقسم الثالث وزنه. إذا بالنسبة للأفعال اللي عطاونا نشر، عندنا طبع، ثم نجل. إذا مطلوب منا نوجدو اسم الآلة والأوزان ديال هاد الأفعال بثلاثة. إذا جواب السؤال الأول، أتمم ملأ الجدول مع الشكل. إذا عندنا الفعل الأول اللي عطاونا فعل النشر، هنستخرجوا منه اسم الآلة، هيعطينا منشار على وزن مفعال. الفعل الثاني طبع، غادي نستخرجوا منه اسم الآلة، هيعطينا طابعة على وزن فاعلة. ثم الفعل الثالث عندنا نجل، غادي نستخرجوا منه اسم الآلة، غادي يعطينا منجل على وزن مفعال. إذا ندوزو السؤال رقم 2، اكتب العدد والمعدود كتابة صحيحة مع الشكل. إذا عطاونا الرقم 6 وعندنا قلم، عطاونا الرقم 7 وكلمة بيضة، وعطاونا الرقم 11 كلمة قصة، وعطاونا 73 مع كلمة خروف، وعطاونا الرقم 100 مع كلمة درهم. إذا مطلوب منا نوضع العدد والمعدود كتابة صحيحة مع الشكل. إذا ندوزو الجواب ديال السؤال رقم 2، اكتب العدد والمعدود كتابة صحيحة مع الشكل. إذا بالنسبة للرقم الأول هو الرقم 6 اللي تمثل لنا العدد، وعندنا قلم اللي هو المعدود. إذا غادي نحوله العدد ومعدود، غادي يعطينا 6 أقلام. علاش؟ حيت القاعدة تقول بأن الأعداد من 3 حتى 9 تكون فيها المعدود جمع مجرور بالإضافة، وديما تخالف العدد في التأنيث والتذكير. إذا سنقول 6 أقلام. ندوزو للرقم الثاني اللي هو 7 اللي هو العدد، بيضة اللي هي المعدود، هنحولها العدد ومعدود، غادي يعطينا 7 بيضات. إذن نفس القاعدة، حيث الأعداد من 3 حتى 9 تكون المعدود ديما تكون فيها جمع مجرور بالإضافة، وديما تخالف العدد في التأنيث والتذكير، تنقولوا 7 بيضات. ندوزو الرقم الثالث اللي هو 11 اللي هو العدد، قصة اللي هي المعدود. إذن بالنسبة للأعداد 11 و 12 فالقاعدة تكون فيها المعدود ديما تكون مفرد منصوب على التمييز،
وديما يطابق المعدود في التذكير والتأنيث في الوحدات أو في العشرات. إذن نقول 11 قصة. ندوز العدد الرابع اللي هو 73 اللي هو العدد، وعندنا خروف اللي هي المعدود. بالنسبة للأعداد ما بين عندنا ما بين 23 و 99، فتكون المعدود ديما تكون مفرد منصوب على التمييز، وديما تخالف لنا العدد في جزء الوحدات. إذا تخالف العدد في جزء الوحدات، وتكون جزء ديال العقود تكون واحد، إذا تكون موحد مع في الجزء ديال العقود تكون موحد، يعني سواء كان مذكر أو مؤنث. إذا غادي نقولوا 73 خروفا. ندوزو الرقم الخامس اللي هو 100 اللي هو العدد، درهم اللي هي المعدود. يعني بالنسبة للقاعدة للعدد 100، فتيكون عندنا بالنسبة للعدد 100 100 والمضاعفات ديالها، يعني 200 300 400 500، 100 والمضاعفات ديالها. فالقاعدة تيكون فيها المعدود مفرد مجرور بالإضافة، والعدد تكون بصيغة واحدة يعني مذكر ومؤنث. إذن غادي نقولوا 100 درهم أو 100 درهم. إذن 100 درهم. إذن مروا للسؤال رقم 2، صغ اسم التفضيل من الأفعال التالية. إذا أعطونا 4 ديال الأفعال مطلوب منا نعطيو اسم التفضيل من هاد الأفعال. إذا فبداية سنعرفوا بأن اسم التفضيل هو هذاك الاسم اللي تيدل على أن واحد جوج ديال الأشياء اللي تيشاركوا في أمر واحد، تيكونوا مش جوج ديال الحوايج تيكونوا مشتركين في امر واحد في حاجه واحده، ولكن تيكون واحد تيكون زايد على الاخر في شي حاجه. اذا تيكون واحد زايد على الاخر في شي حاجه، وديما تيكون على الوزن ديال افعل. اذا اسم التفضيل تيكون على وزن افعل. وكاين الشروط، من بين الشروط ديال اسم التفضيل فخص يكون الفعل اللي غادي يشتق منه اسم التفضيل خص يكون فعل ثلاثي، ما يكونش رباعي او خماسي. ثم خص يكون الفعل مبني للمعلوم، اذا ما خصش يكون الفعل مبني للمجهول. ثم الفعل خص يكون تام، ما خصش يكون من الافعال الناقصه بحال كان واخواتها. اذن ثم خص يكون فعل متصرف، يعني يكون ممكن يتصاغ منه اسم التفضيل ماشي بحال الافعال الجامده. كذلك خاص يكون اسم التفضيل يكون مثبت، ما يكونش فعل منفي. كذلك اسم التفضيل ما خصوش يجي من واحد الصفة اللي تدل على شي وزن افعل، مثلا احمر او ازرق، مثلا الصفات اللي تدل على الالوان تكونوا على وزن افعل، فلا يجوز اشتقاق اسم التفضيل من هذا الصيغ ديال الصفة. ثم عندنا كذلك خاص يكون الفعل قابل للتفاوت والتفاضل، اذا ماشي يكون فعل اللي ما تيقبلش التفاوت بحال
الفعل ديال مات ما يمكنش يكون فيه واحد التفاوت والتفاضل. إذن هذه هي الشروط اللي خاص تكون متوفرة في اسم التفضيل. إذن عطاونا 4 ديال الأفعال، عندنا كارما، عندنا حسنة، وعندنا ليس، وعندنا كتب. إذا مطلوب منا نوجد أسماء التفضيل ديال هاد الأفعال الأربع. إذا جواب السؤال رقم 4، صغ أسماء التفضيل من الأفعال التالية. إذا عندنا الفعل الأول كارما، فهو فعل ثلاثي مستوفي لجميع الشروط ديال اسم التفضيل، لأن ما فيش شي تنافي مع اسم التفضيل، مستوفي جميع الشروط. إذا غادي نعطيه أكرم، إذا كارما اسم التفضيل أكرم. ثم عندنا الفعل الثاني حسنة، فهو فعل ثلاثي ومستوفي لجميع الشروط ديال اسم التفضيل، غادي نوضعو أحسن اسم التفضيل أحسن. ثم عندنا الفعل الثالث ليس، إذا ليس تدخل من بين الأفعال الجامدة، إذا فهو ماشي من الأفعال المتصرفة، إذا لا يجوز التفضيل في الفعل الجامد. وتنعرفوا بأن الأفعال الجامدة هي مثل ليس ونعمة وعسى وبئس، فهذه الأفعال هذو كاملين ما يمكنش نخرجوا منهم اسم التفضيل حيث هما أفعال جامدة ما متصرفينش. ندوزو الفعل الرابع كتب، إذا كتب فهو من الأفعال المبنية للمجهول، إذا كذلك لا يجوز التفضيل في الفعل المبني للمجهول. إذا سنعرفوا بأن من بين الشروط ديال اسم التفضيل خاص يكون الفعل مبني للمعلوم، عاد ممكن نخرجوا منه اسم التفضيل. إذا بما أن عندنا كتب فهو فعل مبني للمجهول، فما يمكنش نخرجوا منه اسم التفضيل، إذا لا يجوز التفضيل في الفعل المبني للمجهول. إذا ننتقل إلى القسم الرابع، قسم التراكيب. السؤال الأول، أتمم ملأ الجدول مع الشكل. إذا عندنا جدول مقسم إلى 4 أقسام، عندنا الأسماء، وعندنا جمع مؤنث سالم في حالة الرفع، جمع مؤنث سالم في حالة النصب، وجمع مؤنث سالم في حالة جر. بالنسبة للأسماء اللي عطونا، عطونا الناجحة وعطونا منتصرة. إذا تنعرفوا بالنسبة للقاعدة ديال الجمع المؤنث السالم، فجمع مؤنث السالم هو واحد الاسم هو اسم جمع تنتهي بالالف والتاء الزائدتين، بحال مثلا نقولوا ناقلات او لا مستشفيات، اذا تيكون فيه الالف والتاء في النهايه ديالو في الجمع. وبالنسبه للاعراب ديالو ديال الجمع المؤنث السالم، تيكون تترفع الجمع ديال المؤنث السالم بالضمه وتتنصب بالكسره النائبه عن الفتحه وتتجر ب الكسرة. إذا الأمثلة اللي عطونا هما عطونا الناجحة وعطونا منتصرة. إذا خصنا نوجدو جمع المؤنث السالم ديال هاد الكلمات بجوج في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. إذا جواب السؤال رقم 1 من قسم الرابع قسم التراكيب،
أتمم ملء الجدول مع الشكل. إذا بالنسبة للأسماء اللي عطاونا الناجحة، إذا الناجحة مطلوب منا نوجد جمع مؤنث سالم في حالة الرفع. غادي تعطينا الناجحات. ثم بالنسبة لجمع مؤنث سالم في حالة النصب، غادي تعطينا الناجحات. وبالنسبة لجمع مؤنث سالم في حالة الجر، غادي نوضعو من الناجحات. إذا فالناجحات كما لاحظتو في الأولى فهي جات مرفوعة بالضم. فالناجحات الثانية فهي مكسورة بالكسرة النائبة عن الفتحة. وبالنسبة للناجحات من الناجحات الثالثة فهي مجرورة بالكسرة. إذا ندوزو المنتصرة، عندنا جمع مؤنث سالم في حالة الرفع، غادي نوضعو منتصرات. بالنسبة لجمع مؤنث سالم في حالة النصب، غادي نوضعو منتصرات. وبالنسبة لجمع مؤنث سالم في حالة الجر، غادي نوضعو للمنتصرات. إذا لا لاحظنا، فبالنسبة للمنتصرات فهي جات مرفوعة بالضم. بالنسبة للمنتصرات فجات مكسورة بالكسرة النائبة عن الفتحة. وبالنسبة للمنتصرات فجات مجرورة بالكسرة. إذا نمر إلى السؤال رقم 2. أضع سطرا تحت التوكيد في الجمل التالية وأحدد نوعه. إذا طلبوا منا باش ندير واحد السطر تحت كل توكيد شفنا في شي جملة، وكذلك نحدد النوع ديالو. يعني مثلا نقولوا النوع ديال التوكيد، فكاين جوج ديال الأنواع ديال التوكيد، كاين توكيد معنوي وكاين توكيد لفظي. إذا فبالنسبة للتوكيد فهو ديما تيكون تابع وتتذكر في الكلام باش يأكد المعنى، وديما هو تتبع للكلمة اللي قبل منه في الإعراب. فهو تيكون تتبع للمتبوع ديالو اللي تيكون قبل منه، واللي تتسمى المؤكد، وهو الهدف منه هو الإزالة ديال الشك. إذا الهدف ديالو هو إزالة الشك أو الوهم، إذا باش ما يبقاش الشك والوهم، إذا باش يأكد لنا المعنى. كما قلنا فتنقسم التوكيد إلى جوج ديال الأقسام. كاين توكيد لفظي هو اللي تيكون فيه تكرار ديال إما حرف أو اسم أو فعل أو جملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. ثم عندنا التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي هو اللي تتذكر فيه أحد الكلمات بعد الاسم الذي تريد التأكيد ديالو، بحال تنوضع نفس أو عين أو كل أو جميع أو كلا أو كلتا أو أجمع. إذا تنوضع هاد الكلمات تيكونوا ضروري تيكونوا من بعد الأمر اللي بغينا نأكدوه، تيكون يا إما نفس يا إما عين يا إما كل يا إما جميع يا إما كلا يا إما كلتا يا إما أجمع. هذا تيكون توكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فتكون تكرار الحرف أو الكلمة أو الفعل أو الجملة، سواء كانت جملة اسمية أو فعلية.
إذن الجمل اللي عطاونا جوج ديال الجمل، عطاونا قد وصلنا إلى الغايات كلها. إذن مطلوب منا نسطرو على التوكيد، وكذلك نحدو النوع ديالو. ثم عندنا الجملة الثانية، لكن النجاح هو الإتقان. إذن هنا تهنا مطلوب منا نسطرو على التوكيد، وكذلك نحدو النوع ديالو، واش هو توكيد معنوي أو لا توكيد لفظي. إذن جواب السؤال رقم 2، أضع سطرا تحت التوكيد في الجمل التالية وأحدد نوعها. إذن الجملة الأولى عندنا قد وصلنا إلى الغايات كلها. إذن هنا فين هو التوكيد اللي عندنا؟ هو كلها. إذن نضع سطرا على كلها. علاش؟ حيت عندنا كلها كما قلنا كل راه تدخل من بين الكلمات اللي تدخل في التوكيد المعنوي، حيت عندنا نفس وعين وكل وجميع وكيلا وكيلتا واجمع، هادو كاملين تيدخلوا في التوكيد المعنوي. اذا نوضعوا توكيد معنوي وغادي نسطروا على كلها. ثم الجمله الثانيه عندنا لكن النجاح هو الإتقان. إذن هنا شنو عندنا؟ فعندنا توكيد لفظي. علاش؟ حيت عندنا التكرار ديال جوج ديال الكلمات اللي هو النجاح. كما تنعرفوا بأن التوكيد اللفظي هو تكرار، يا إما تنكرروا حرف أو اسم أو لا فعل أو لا جملة كانت فعلية أو اسمية. هنا عندنا جوج ديال واحد الاسم تكرر اللي هو النجاح. اذا نسطرو النجاح اللي هي التوكيد، والنوع ديالو فهو توكيد لفظي. اذا نمر الى السؤال رقم 3، وركبوا جملا تتضمن ما يلي. اذا عطاونا الجمله الاولى خصنا نوجدوا واحد التمييز ملحوظ، والجمله الثانية خصنا نعطيو فيها تمييز ملفوظ بالوزن. إذن فبالنسبة للتمييز سنعرفوه بأنه واحد الاسم تيكون ديما نكرة، إذا ما تيكونش معرف، وتيكون منصوب. إذن ديما تيكون منصوب، وتيكون تيبين المراد من الاسم المبهم اللي تيكون قبل منه. إذن هذا الاسم المبهم فتنسميه مميز، ويقدر يكون اسم ويقدر يكون جملة مبهمة. يقدر يكون اسم ويقدر يكون جملة. بالنسبة للمميز فهو الاسم اللي تيكون تسبق التمييز، هو تيكون ديما مبهم. وعندنا جوج ديال الأنواع في التمييز، عندنا التمييز الملفوظ وعندنا التمييز الملحوظ. بالنسبة للتمييز الملفوظ، تيكون المميز ديالو تيكون مفرد وتيكون ملفوظ، وتيكون قبل منه تيكون دال يا إما على العدد أو لا على الوزن أو لا الكيل أو لا المساحة. إذا الاسم المميز اللي تيكون قبل منه ديما تيكون تيدل على العدد أو لا على الوزن أو لا الكيل أو لا المساحة. أما بالنسبة للتمييز الملحوظ فتكون المميز فيه جملة تكون قبل منه، وتكون غير ما تذكرش، تكونش مذكورة، ما تكونش مذكور فيها. إذن طلبوا منا نعطيه واحد جوج ديال الجمل، جملة اللي يكون فيها تمييز ملحوظ، وجملة ثانية اللي يكون فيها التمييز ملفوظ بالوزن.
إذن جواب السؤال رقم 3، أركب جملا تتضمن ما يلي. إذن التمييز ملحوظ. الجملة الأولى عندنا: الغابة أكثر الأماكن هدوءا. إذن بالنسبة للتمييز الملحوظ هو هدوءا. ثم عندنا تمييز ملفوظ بالوزن. الجملة الثانية: اشترى أحمد كيلوغراما سكرا. إذا التمييز الملفوظ هو عندنا سكرا، المميز عندنا بالوزن كيلوغراما. إذا نمر إلى السؤال رقم 4، أعرب الجملة التالية: ملأت الفتيات جميعهن القسم جمالا. إذا مطلوب منا نعرب هذه الجملة: ملأت الفتيات جميعهن القسم جمالا. إذا جواب السؤال رقم 4، أعرب الجملة التالية: ملأت الفتيات جميعهن القسم جمالا. إذا بالنسبة لملأت فهو فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الفتيات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم. جميعهن توكيد تابع المؤكد في حالة الرفع ومرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف. هن ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. القسمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جمالا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها.